طيب موضوع تاني عايز اتكلم فيه، والموضوع ده للاسف يعني لفت نظري بشكل كبير، وخبر قريته وانا جاي في الحقيقه في الطريق على موقع ايجيبت سبورتس نتورك. دي موقع كبير بيتابع الرياضه الالعاب الاخرى يعني، او الالعاب بصفه عامه الاخرى، وبيتابع طبعا اكيد كره القدم، ولكن الالعاب ده الخبر. الخبر بيقول ان طبعا المهندس محمد ابو الطيب نائب رئيس الاتحاد المصري لكره السله في تصريح خاص لايجيبت سبورتس نتورك، مهندس محمد قال تم التواصل مع اسماعيل مسعود لاعب جامعه ويك فورست والناشط بدوري الجامعات الامريكيه NCAA، لكنه ابدى عدم رغبته بالانضمام لصفوف منتخب مصر. طبعا انا اسماعيل مسعود انا يعني يمكن اول مره يعني اسمع عنه او اعرف انه بيلعب في NCAA، بس واضح ان طالما الاتحاد المصري او مسؤول كبير في الاتحاد المصري اتصل بيه يبقى اكيد لاعب ارقامه عاليه في NCAA، وطبعا طالما منتخب مصر بيطلب منه الانضمام يبقى اكيد لعيب كفء، ما عندناش خلاف في كده. بس في ظاهره الحقيقه احنا محتاجين ندرسها، واي حد بيحب هذا الوطن لازم يقول الكلام ده. عزوف او هجره بعض اللاعبين وعزوفهم عن الاشتراك مع منتخبات مصر، ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ ليه بعض الالعاب، مش هنقول بعض، اغلب الالعاب في عزوف من بعض اللاعبين؟ يمكن الوحيده اللي ما فيش فيها عزوف هي كره اليد. يعني طبعا انتوا عارفين ان كره اليد بتحقق انجازات كبيره على مستوى المنتخبات، فاكيد اي لاعب نفسه يخش عشان العالم كله يشوفه ويبقى بيسوق نفسه كويس. ولكن الغريبه مش بس كره السله، يمكن ده الخبر اللي عرفناه. ليه اللعيبه بتعزف عن تمثيل هذا منتخب مصر او هذا الشرف الكبير اللاعب يتنازل عنه؟ اوعى تقول لي ان اللاعب مش عايز يمثل منتخب مصر، لا بالعكس، ده شرف كبير. واي لاعب في حاجه غلط، في حاجه غلط لازم يشوف ايه سبب. انا مش هتكلم عن اللعيبه اللي بيسافر بره وتتجنس خالص، مش هتكلم عن كده، ولكن هتكلم عن اللعيبه اللي موجوده في مصر ومش عايزه تروح منتخبات. ليه؟ ايه السبب؟ لازم الموضوع ده يدرس، ولازم المسؤولين يدرسوا، ولازم يجيبوا الناس دي يقعدوا معاهم، لازم يجيبوا اللعيبه. ليه يا حبيبي انت مش عايز تيجي؟ ايه الوضع؟ لازم ندرس، لازم نواجه مشاكلنا ونعرف ليه اللعيبه دي مش عايزه تيجي. هو ده اللي انا بقوله، مش ان احنا نحط راسنا في الرمل او نقول لا، لازم نواجه مشاكلنا، ولو عايزين الرياضه تطلع لقدام لازم نعرف ايه السبب، ليه اللعيبه دي عندها عزوف. انا بس قريت الخبر، وهل في مشكله في الاعداد؟ هل في مشكله في التخطيط؟ هل في مشكله اداريه ما نعرفهاش؟ مشكله بتتكرر كتير جدا في اتحادات مختلفة، ايه المشكلة؟ طب ما نجيب الناس ونقعد معاهم. وشفنا منتخب الطايرة نفس الكلام، في لعيبة اعتذرت، اي نعم في لعيبة اعتزلت اللعب دوليا ده موضوع تاني، بس في لعيبة تانية اعتذرت، وفي لعيبة مصابة، وفي لعيبة، بس اللي مش عايز يشترك ليه؟ ايه السبب؟ هل مثلا لا في سبب اكيد، وزي ما شفنا في الالعاب الفردية وغيره وغيره وغيره، ايه السبب؟ هل في مثلا سوء اختيارات في المنتخبات؟ هل في حاجه؟ لا، لازم يكون في وقفه، ولازم الموضوع ده يدرس. واحنا بنقول كده حبا في مصر، حبا في مصر، ان انا مثلت منتخب مصر 19 سنه او 18 سنه ما بين منتخبات شباب ومنتخبات والفريق الاول، وشرف ما بعده شرف هو تمثيل منتخب مصر. ومش عايز اقول لكم كلمه مصر في اي مكان بتتقله، مش علي، مش انت كشخص، لما بنروح بطوله وفيها مصر لا، الموضوع يعني مهم جدا، والموضوع مهم يدرس. فطبعا ده كان في الانترو بنحب نتكلم عنه.